دوك لافيت بارالي وفي السي هسي خاطر الاش جربناه باش نجربوا السي هسي وروندي لي بلات نجي نبدا بالكلافيت ما يتركب الاولى ولا نقيس الديامتر تاع الاربر ديالي لقيتو 19 كيف كيف الانترفال 17 22 زوز فوسط لا ليزاج وثلاثة فوسط الاربر زوز فوسط لا ليزاج ثلاثة فوسط الاربر نربط هيفا هكا ونربط هيفا هكا ونبعد ملي ماكس نعمل رينيو هنا الكلافيت لازم كوبلو كال شو صور فيس يدخل في وسط الاربر لازم كوبلو كال باش نراه باش نعمل كوبلو كال مشترى كوغزر هكا ها علاش لازم يوصل الخط هذا مادام صور الشونفران هذه معناها ما فماش كوبلو كال بين بعد الكوبلو كال والخط هذا الكل فا وانا وصلتهم على الكوانات هذوك ما نقعدش نزيد فيهم اعطانيش الديامتر تاع الفيس ما اعطانيش يوم الامتحان كي يعطيكش الديامتر تاع الفيس هي تقيس المسافه اللي خليها لك هذه مثلا كي تجي لهنا المسافه ما بين هذا والاقص 4 ما بين هذا وهذا زاد 4 معناها تاخذ الديامتر تاع الفيس 8 او يجي تلميذ ينجم يعمل فيس اصغر من 8 يعملوا 6 واضح ولا هم مش صغروا برشا ها ها ريتها المسافه هذيك دونك انا الفيس بتاعي سي ها سي اه هو الجيت بتاعو باش نخدم بالديامتر وي ولا سيس زوز صحاح العرض تاع التيت دو فيس سي ها سي اسمه سي الويت الحرف السي بتاعنا 13 معناه العرض هذا 13 الطول هذاك وهذا العرض قد الديامتر ديامتر 8 العرض 8 هون عرفت التيت دو فيس الرونديل بلات يا سي هاي نجي لهنا احنا ديامتر ديال تاع الفيس يدخل في وسط الرونديل 8 عرضها معناها قداش السي هذا السي والعرض طلع مليو ونص ودائما ريت البي هذا هو ديامتر دو بيرساج دخل فيه الفيس ديما اكبر ريتو هذه 8 يا 9 يا تبعد بربع ريتها معناها تزيد نص ملي نص ملي مش كيلومتر وهذا السيري تاع طول الا الا عنده بلوزيور سيري فما الزيت كيما السمول ولارج في الحوايج هنا فما يا 16 يا 18 يا 22 يا 30 انا وين نختار نختار الا اللي يكون اكبر من الديامتر تاع الارب باش الرونديل تمس في البولي باش تشدها معناها هذه ما نقولنا 18 ولا نختار الال اكبر من 18 معناها سيري زيد لي سيري ام لي 22 تكفي معناها اخترت بسيري ال معناها رونديل بلات سيري ال خدمنا به ال اللي هي 22 اش معناها 11 ها هاي باش تجي لهنا وهذا مليو ونص هوب هذا الكادر تاع الرونديل مي اللي هنا فما الفيس ولا قلنا قد هذا هاك الفيس ولا نبعد تو اغزر ها هذه الكادرة تاع الرونديل نبعد على الفيس بنص ملي ولا شوية ها شوية تونة ريتك الخط اللي عملته هذاك اعمل زوم باش يبان يسهل ها الخط هذايا اللي زدته فوق الفيس هذاك ترو دو باساج اللي هو البي في القيد نجي لهنا نعمل ليزاشور ديالي بالمسطرة هاني صورت الرونديل قال فيس الفيس لهنا لونغورو لازم يوصل النص الكلافيت هاي نص الكلافيت لهنا نوصلو هنا عادي مش لازم يعطيهولي في القيد هاني نجي لهنا نمشي 4 4 ولا 3 3 خاطر عارف فما شونف ندخل ملي ونعمل 4 4 ها وهذا الشوفرة ها وهذا نربطو ها عمل ديفون غطي هذا هكا ونفسخ بكومي لازم يكون مذبب القوم هذا القوم تعيس تاو يا تحب تعملوا كله فيلتي من الكوان الشونفران الاخرو من بعده الفان هذا ايش يولي فور يوفى بمثلث اللي هو التراس دو فوري ونوقف الترودج وين نحب بتري فور والفور يولي ف بيدي خير من المصدر دونك هناش مازال التي دو فيس عرضه قديش احنا قلنا هذا
عرض 8 طول 13. ها نجي لهنا بعد الرونديل نمشي بثمانية. طاو التريز اللي هو الطول نمشي 6.5 6.5 نجي هنايا طاو هذا طاو نمشي به 8 ولا 7 خاطر عارف فما لا روند لا روندي هذا نطولوا 6.5 6.5 ولا نعملوا 5.5 5.5 خاطر عارف لا روند دي تلميذ ذكي ما بقاش يكسر في راسو غش يعمل يجي في الكوان هذايا تاع الكوس يحطها هكا يقلب توا كوسو ها واك سي بون كرو لهنا ماهمش نوتي لازم تصور هكا لانتيرومبي هنا اللي يحب يصور مجيش يعمل المسافه هذه يجي يقسمها على 2 المسافة هذه على 2 وهذه على 2 ويعاود يقسم لهذا اللي قسمه على 2 مرة أخرى ويخلي هنا ثلث ويجي تاو يهبط هذوما تري انتيرومبي باراليل يربط آخر خط باك البوان هذاك مثلث وهذوما يربطهم أروند أروندي بومبي في هاي فيديو اخر.